اديها هربت هي كمان يا زيدان. لحقت تعرفي؟ دي مشكلتك، انك مش عارف ان القريبين منك بيحبوك وبيتابعوك وبيخافوا عليك. القريبين منك اختك صفاء اللي بتحبك وبتخاف عليك، اختك صفاء اللي اقرب لك من يمنى اللي خانتك وقتلتها ودفنتها في الصحراء، اختك صفاء اللي اقرب لك من دراعك اليمين اللي عض الايد اللي اتمدت له خانك، اختك صفاء اللي اقرب لك من الست مهره اللي انت اتجوزتها وعملت فيها جميله العمر، كتبت ابني مش ابنك باسمك، مفيش راجل بيعملها بس مع كده انت عملتها. بدل ما تقول لك شكرا هربت مع طالقها رد السجون اللي جه وهربها من البيت، طفشت منك. وانت ايه رايك يا صفاء في كل اللي بيحصل ده؟ وليه؟ تفتكر انا استاهل كل اللي حصل لي ده؟ لا، انت ما تستاهلش ولا حاجه من اللي هما بيعملوه. انت اجمل من كده يا زيدان. هما بيعملوا كده عشان هما مش فاهمينك، مش عارفينك. يقولوا لي وانا اوصفك ليهم شكلك ايه؟ هما كل همهم ان هما ينهبوا خيرك ويجروا. يمنى دي ياما سرقتك هي واهلها، بس انا ما كنتش برضه اقول لك. حتى مهره دي نسيت كل اللي انت عملته علشانها وفضلت عليك تاجر السلاح وهربت معاه. بس كويس، كل اللي حصل ده خير عشان ترجع تاني لاخواتك، نرجع تاني عز وعيله، ترجع لصفاء ويسري. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه ارجع لاخواتي؟ وانا من امتى كنت بعيد عنكم؟ انا عمري في حياتي ما قصرت معاكي لا انت ولا يسري. بتفول كلامك يا صفاء، ده انت كل حسابات المصانع والشركات وحتى السيوله تحت ايدك وبتوكيل رسمي. وانتوا عايزين نعمل معاكم ايه اكتر من كده؟ تسمع الكلام. اسمع الكلام؟ ايوه، تسمع كلامي انا، تسمع كلام صفاء. صفاء اللي عملتك وكبرتك، صفاء اللي حطيتك في المجد اللي انت فيه ده، صفاء اللي خليتك تقعد على الامبراطوريه دي وتتربع. انا اللي عملتك باشا وبي وبرنس وملك. انا ولا نسيت مين اجر لك اول دكانه؟ مين سوق لك بضاعتك؟ مين دخل في دماغك موضوع الالماز؟ مين اللي حببك في التجاره وفي المكسب؟ مين اللي بعد عنك كل الاشرار وفتح لك السكه وقال لك سابق امشي انجح اكبر؟ مين؟ صفاء ولا نسيت؟ جاي دلوقتي تنكر كل ده وعايز تهد كل اللي انا بنيته؟ ليه؟ عشان قلبك بدا يلعب؟ قلبك بدا يسيطر على عقلك؟ ما بقتش عارف تفكر؟ بقيت اعمى مش شايف قدامك؟ عايز تهد كل اللي انا بنيته؟ ده ايه كميه السواد اللي جواكي دي؟ للدرجات دي شايله ومعبيه من ناحيتي وانا مش واخد بالي؟ عشان كده، عشان كده شمتانه في اللي حصل لي مع موره. انا هشمت فيك؟ ايوه صفاء شمتانه، ما باين عليك اهو. انا؟ ده لو الدنيا كلها شمتت فيك الا انا، ده لو حد قرب لك او زعلك ده انا اقطعه بسناني. هو انت فاكر ان انا لحد دلوقتي مش محوطاك؟ انت ما سالتش نفسك ولا مره ليه اهل يمنى ما حدش فيهم سالك بنتهم فين لغايه دلوقتي؟ انت مالك بيمنى؟ مالي ايه؟ هي مش ليها اهل؟ انا اللي خدت ابوها الباشا واهلها ورحت بيهم لحد الصحراء وقلت لهم معلش بنتكم يا عيني ماتت وهي بتخيم مع صحابها، تاهت في الصحراء. وريتهم الطريق اللي بنتهم مشيت فيه وتاهت، واديته التعويض المناسب عشان ما يسالش تاني على بنته ولا يفتح الموضوع ده. انت عملت كل ده؟ اه، وعادي عادي ومش متضايقه، واعمل اكتر من كده وبرضه ما يضايقنيش. لكن اللي مخوفني ومزعلني منك انك ممكن تعمل اي حاجه عشان ترضى عنك الست مهره، وده خطر قوي، خطر قوي لما تلغي عقلك. انت كده ممكن تهد كل اللي انا بنيته. بنيتي يا صفاء؟ ما تاخدي بالك من كلامك، هي ماشيه معاكي عشان انا عايزها تمشي معاكي. انا زيدان، ولولايا ما كنتيش لا انتي ولا اخوكي خرجتوا من بولاق لحد دلوقتي. اتفضل يا متر.
قاعد يبيع الشركه بالتوكيلات بتاعتها. والله العظيم انا ما مصدق، انا حاسس اني بحلم. معقول اشتري الشركه اللي طول عمرها بتقف في وشي في كل شغلانه بدخلها؟ طب خلي بالك احسن تفوق من الحلم وزيدان يعرف ويجي يهد المعبد على اللي فيه. انا تحت امرك يا صفاء هاني، انا من ايدك دي لايدك دي. وادي الشيكات زي ما حضرتك طلبتيها، خمس شيكات في خمس بنوك بره مصر. خمس شيكات في خمس بنوك بره مصر، كويس قوي. وطبعا انا مش هاجي معاك الشهر العقاري غير بعد ما اتاكد من صحه التوقيع وارصده الشيكات دي بالخارج. طبعا حقك. طب ما تتاكد لنا يا متر من ملف الشركه ومن سلامه بيها صفاء هاني منينا ولا ايه؟ كله تمام التمام، احنا فاضل لنا بس مشوار الشهر العقاري. اوكي، هتصل بيكوا اقول لكم امتى ان شاء الله نروح المشوار ده. ان شاء الله. فرصه سعيده جدا يا متر. انا اسعد يا فندم. وطبعا حضرتك اللي هتدفع مصاريف التسجيل ونقل الملكيه في الشهر العقاري. طبعا مفيش فرق بيننا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، متطور كده. انا قلقان قوي. اسكت. اتفضل يا باشا. حاضر يا صفاء، حاضر. مبروك يا سيدي، الف مبروك. الله يبارك فيك. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا رفعت بيه؟ انا جايه لك على الفندق. وانا جاهز الشيكات، ولحد ما استلم فيلا زيدان باشا اكون خلصت تمنها بالكامل. هو شهر 30 يوم بالتمام والكمال، اكتر من كده معلش اعذرني، هضطر ارجع في البيعه. لا ترجعي ايه، دي اجمل فيلا في التجمع، الشيكات كلها هتبقى في البنوك اللي طلبتيها قبل الميعاد. اوكي يا رفعت بيه، فرصه سعيده جدا، مع السلامة. كده خلاص كله تمام، مش فاضل غير السيولة اللي عند زيدان، ودي تبقى آخر حاجة. صفاء أنا قلقان قوي، لو زيدان عرف اللي احنا بنعمله ده هيدمرنا. يعرف إيه؟ هو فايق، هو فايق لنفسه ولا لحاله؟ زيدان في دنيا تانية خالص، كل اللي مركز فيه مهرة واللي عملته فيه. ربنا يستر. الزيدان قال. شوف، احنا لازم نضمن جابر، اي خطأ او اي تراجع هيكون ديزاستر، يعني مصيبة. جابر محتاج فلوس، والمحتاج يعمل اي حاجة عشان الفلوس. جابر لازم يتورط علشان فلوس الأسلحة اللي اتسرقت، كتيرة قوي مش صغيرة. احنا اللي سرقنا السلاح. اوه ماي جاد.